مواجهه الترجي التونسي في اولى المواجهات الافريقيه اليوم في دوري المجموعات، مباراه هامه جدا الاهلي يستعد لها في هذه الظروف الخاصه. لكن بالتاكيد في هذه اللحظات يسعدني ان يكون معي الكابتن عبد العزيز عبد الشافي المدير الرياضي لقطاع كره القدم بالنادي الاهلي. كابتن زيزو، اولا برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي من خلال الاستوديو التحليلي قبل المباراه. لكن مباراة الأهلي والترجي لها طابع خاص، مواصفات خاصة، مباراة دور المجموعات تختلف عن الأدوار النهائية، لكن كابتن زيزو أولا شايف المواجهة إزاي في ظل الظروف الحالية والبداية الأفريقية، لأن الأهلي بالتأكيد خلال الفترة القادمة بيسعى للبطولة الأفريقية بشكل مختلف عن المراحل السابقة. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بحييك يا محمد وبحيي الاستوديو واللي موجودين فيه، وانت عارف طبعا المواجهات بتاعتنا بشكل عام كمواجهات مصريه تونسيه او شمال افريقيا دايما بتتسم بالحماس والنديه وتقارب المستويات، فدايما بيبقى فيها يعني مستوى التحدي بيبقى عالي جدا بالنسبه لنا. اعتقد ان مباراه مهمه قوي النهارده لانها بدايه، واتمنى انها تبقى نهايه للمرحله اللي فاتت القريبه قوي اللي احنا مرينا بيها الاسبوعين اللي فاتوا. واحنا باذن الرحمن يعني ولادنا قادرين دايما على تخطي الامور اللي زي ديت الصعبه. البدايه طبعا بتبقى صعبه، خاصه لما تبقى مع فريق مرشح زيك بالظبط ممكن للنهائي او للبطوله لانه فاز بيها قبل كده زينا، فبتبقى هنا فيها صعوبه كبيره جدا. أنا أتمنى للمباراة طبعا إن شاء الله نحقق الهدف الأساسي منها، إن احنا نتخطاها ونأدي مباراة جيدة ترضي الجماهير بتاعتنا ونتعامل معاها بالشكل اللي هو المناسب ليها، لأن مثل هذه المباريات بتبقى عايزة حكمة في التعامل معاها. فنتمنى إن احنا نوفق في هذا بإذن الله النهاردة، وفي الأول وفي الآخر يعني نبتدي بداية إيجابية إن شاء الله. حسابات المباراة هي بثلاث نقاط تختلف تماما عن مواجهة دور الثمانية خلال العام الماضي. البداية كابتن زيزو شايفها ازاي؟ وانت مهمك تاخد بالتأكيد ثلاث نقاط ومباراة على أرضك، لأن ثلاث مباريات على أرضك تسع نقاط مهمين. لكن حسابات مباراة دور المجموعات عشان الجمهور برضو يبقى عارف، الماتشات الأفريقية أو المباراة دور المجموعات بتختلف تماما على الأدوار النهائية. أكيد طبعا نقط مهمة قوي، عشان كده أنا قلت كلمة حكمة، احنا محتاجين نتعامل معاها بحكمة فنية وحكمة فيها نوع من التعامل المناسب لظروف 90 دقيقة، دي مهمة جدا. فدي نقطة. النقطة الثانية، المباراة مش بثلاثة بونت من وجهة نظر الشخصية، المباراة ديت بستة بونت، لأن أنت بتلاعب فريق مرشح زيك بالظبط. لو أنت قدرت أن أنت تتخطاه النهاردة دي بتمثل بالنسبة لي أنا نسبة 30% من فرصة الصعود للدور اللي جاي. فمن هنا بتيجي الأهمية بتاعتها، واتمنى ان احنا ان شاء الله يعني نعديها. قائمه الفريق اصبحت دلوقتي 26 لاعب، احنا متاح لينا اربع لاعبين خلال الفترات القادمه، لكن اذا حبيت يعني حسب الشروط واللوائح اذا حبيت تأييد لعيب من القائمه المحليه في التوقيت الحالي اوكي، لكن الاستخدامات خلال الفتره القادمه اعتقد مش هتلحق الا بعد فتح القيد من البطوله الافريقيه، لان الجمهور محتاج يعرف، لان قيد باقة الناس كانت تسالت كانت عايزه تعرف المعلومه طريقه القيد بتبقى عامله ازاي في الفتره الحاليه. كابتن سيسو، احنا في الفتره اللي احنا فيها دي مسموح لنا يعني نأيد اي حد من الاربعه اللي احنا عايزين نأيدهم، فاحنا عندنا فرصة كويسة، والنظام اتغير شوية عن الفترة اللي فاتت ديت بحيث ان المرحلة الجاية نقدر نسجل اللي احنا عايزينه طالما في الحدود اللي هي متبقية اللي هي الأربعة اللي بعد 26. فبقى لما دخل يعني دخل في الوقت اللي هو اللي مسموح لنا بيه يعني، فربنا سهل الفترة الجاية دي ان شاء الله نشوف بس الإضافات اللي ممكن نضيفها ايه ونقدر نضيفها ان شاء الله، بس اعتقد هيبقى بعد الماتش التاني بتاع أوغندا بإذن الله تعالى. الموسم بيقترب كابتن زيزو، ملف الإعارات والاستخدامات والمراحل القادمة، أعتقد كل ده بعد مباراة المصري، عندك مساحة من الوقت المعسكر القادم، فترة الإعداد، عندك شهرين أعتقد ما تكرروش أو ما حصلش الموقف ده من أكثر من سنة أن الأهلي يستعد للمرحلة القادمة. لسه لغاية دلوقتي ما يمكن غياب الكابتن محمود الفترة اللي فاتت ديت برضو قلل كتير قوي من اجتماعات اللجنة الفنية، وبالتالي في حاجات اتأخرت شوية نسبيا، فهنبدأ الأسبوع ده إن شاء الله من يوم الأحد
هنبدا بالاكاديميات على اساس انها انتهى الموسم بالنسبه لها، وبعدها باسبوع هنبتدي في بالنسبه لقطاع الناشئين او كام يوم يعني، وبالتالي هنخش على الفريق الاول ان شاء الله واحتياجاته والظروف بتاعته ايه اللي احنا محتاجينها، بحيث ان التقييم دايما بيبقى بعد نهايه الموسم الخاص بكل قطاع. فان شاء الله يعني تباعا كده من يوم الاحد هنبتدي نتعامل مع ملف كل قطاع ان شاء الله. طيب ده يمكن كلام كابتن عبد العزيز عبد الشافي المدير الرياضي.